رجعنا لكم بعد الفاصل ودي فقره كلام موزون هنتكلم فيها عن فخ النصب اللي ممكن أي حد مننا يقع فيه كتير مننا قوي بيشوف حاجات على النت وويب سايتس وكده ويدخل يشتري من عليها حاجات وبتطلع في الآخر نصب وكتير برضو مننا بيجي يشتري عقار أو عربية ويطلع الموضوع برضو فيه نصب فالنهاردة هنتكلم عن إزاي نحمي نفسنا من النصب سواء إلكتروني أو عقاري ومعايا ضيفي المستشار القانوني محمد سعيد رخة محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله اهلا, أهلاً بيك يا أهلاً, اهلا بيك اهلا بيك أه... عايزين بقى نعرف من حضرتك النهارده ازاي نحمي نفسنا من الوقوع في فخ النصب هو مبدئيا حضرتك بالنسبه لموضوع النصب النصاب دايما بيعتمد على طمع الضحيه انا دلوقتي لو سي سلعه موجوده ب 1000 جنيه معروضه ب 300 جنيه ليه؟ يعني انا لازم اسال نفسي ليه؟ بنعتمد ان احنا ما, ب... ما بنتحرش الدقه في الجهات المعنيه. انا ببقى مثلا حابب ان السعر ده قليل فهو ده اللي بيشدني. اي عمليه نصب هي هو ده اللي بيتم فيها. يعني لازم لما الاقي مثلا عربيه سعرها 300 ألف جنيه واحد بيبيعها ب 180 اكيد افهم ان في حاجه غلط. تمام كده؟ لازم ارجع للجهات المعنيه. <applause> سواء اذا كان بيشتري مثلا من على موقع لازم الموقع ده يكون موقع محترم مم. في ناس صحابي كتير اشتروا منه قرايب في عمليه ثقه شايف موجودة. عليه حركه تمام صح كده تمام مم. العقار برضه نفس النظام مم. شركات معينه مم. الموضوع فعلا قائم مش لسه بيشتري حاجه في المجهول مم. الله اعلم انا هستلم امتى مشاكل كتيرة جدا مم. انا لو توخيت الحظر من الاول انا بدرأ الخطر عن نفسي ان انا اقع في كل تلك المشاكل في الفترة المستقبلية. تمام فبيبقى برضه هقول لحضرتك ان 75% بيبقى على عاتق الضحية. مم. لان انت لو انت يعني مستوعب الامور فعلا حواليك ومش طماع مش هتضحك عليك. يعني اول نصيحه تنصحها لنا ان احنا ما نبقاش طمعانين في الفرق اللي في السعر لان ممكن فرق بيبقى السعر فرق ده هو عالي هو ده اللي النصاب الضحيه من على اساسه انا بعرف ابتز أموال واخدها منه مم. بعمل عمليه استيلاء عليها تمام طيب لو انا مثلا رايحه دلوقتي اشتري عقار تمام طيب. ايه الاوراق المطلوبه هشتريها من شخص مش هشتريها من شركه ايه الاوراق اللي انا المفروض اطلع عليها اتاكد ان هي فعلا حاجته وفيها خدمة معين فيها حاجه من مثلا من الحكومه او انها ارض مش متاخده اعرف منين إيه؟ بص الكلام يعني تمام جدا بس اهم حاجه في حاجه اسمها رخصه المباني تمام رخصه المباني بتقول اه الارض دي ملك الف في طريق مشروع هو اخذها من خلاله مفيش اي مخالفات عليها وعلى وب... اساس كده تم اصدار الرخصه، سواء اذا كان هتبقى من الاجهزه زي مثلا جهاز القاهره الجديده، جهاز مايو أو أو, او 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 الاحياء السكنيه بيتم صدور الرخصه. العقار ده طب موجود؟ في حاجه اسمها اداره تنفيذ الاحكام دي موجوده في الاجهزه المعنيه انا برضو اروح اسال وتقصر الحقيقه. العقار ده في احكام صادره ضده باسم المالك القديم اللي هو المفروض أنه هو هيبيع لي او حد لان انا ممكن تبقى الشقه موجوده بس انا هخش العقار كله كل مشاكل العقار ده مخالف الدور اللي انا هاخده ده مخالف مم مم وتعتبر نسبه الامان اللي اغلبيه الناس برده يعني بتبص لها بيبقى في عداد الكهرباء موجود عداد الكهرباء ده موجود يعتبر ان هو ده نهايه الاجراءات الناس دايما بتطمن لما تلاقي عداد كهربا مش هيخش وفي حاله وجود مخالفات بس برضه ما يمنعش ان انا اسال لان انا في الاول وفي الاخر الخدمه دي انا بدفع لها فلوس خدمه الشراء انا بدفع لها فلوس فلازم احط الفلوس بتاعتي في المكان اللي هو يستحقه عشان في الاخر ما اقولش ان اتنصب عليا ما هو انت ما تقصدش برضه الحقيقه <applause> طيب آه المشوار بقى بتاع ان احنا نروح نسال ده في الجهه اللي حضرتك قلت عليها هل ده اجراء سهل يعني هروح واسال ولا ده بقى اجراء آه هياخد هروح. وقت ويقول لي استني و... لا هروح واسال هروح واسال إذا كان آه في ك... نفس الوقت اذا كان في عمليه توكيلات موجوده مه. اروح الشهر العقاري اللي تم صدور التوكيلات دي منه واتاكد ان فعلا توكيل الف فعلا صادر ل ب ولا ده توكيل مزور ما هو ممكن يبقى مزور مه. ويعني كم مشاكل بتقابلنا في الشغل عمليه الاستيلاء على العقارات بتبقى من خلال كده بتبقى قطعه الارض ما مش مملوكه لحد والحد ده بيزور ورق ليها بخلاف اللي موجود في الجهات المعنيه ويجي حسن ان هي يشتري سواء بقى اذا كان بالسعر الرسمي بتاعها او السعر ده مخفض وفي الاخر بيكتشف انه هو وقع لعمليه النصب برضو ما انت ما سالتش <applause> صح يبقى هو دي مسؤوليه الشخص اللي بيشتري هو طبعًا. اللي بيستسهل وبيخلص بصراحة طبعًا. طيب سؤال بقى هنفترض ان لا قدر الله حصل عمليه النصب واشتريت حاجه طلعت مثلا هنمسك جزئين جزء طبعًا. الاولاني لو على النت مثلا طلعت غير مطابقه للمواصفات طلعت الصوره حاجه واو وحلوه جدا وبعدين لما جت لي لقيتها صغيره كده وشكلها مختلف ما استلمهاش استلمها ليه آه ساعات بيشترطوا يقولوا لا استلموا البوكس مقفول ولو فتحتوه بعد كده ولقيتوا هو غير مطابق ممكن بقى نرجعه بعد كده بص حضرتك الجزئيه دي مهمه جدا زائد معلش أسف ازود فضل. حاجه ان كمان بيبقى اوريدي ساعات مدفوع ثمنه اون فخلاص فانت دفعت الفلوس دي جزئيه برده قانون حمايه المستهلك يهتم بيها واورد لها عقوبه تعتبر غليظه الغرامه بتاعتها بتتراوح من اول عشرة 10000 2 مليون جنيه ده للشركه اللي بعتت للشركه اللي بعتت <applause> المنتج مش مطابق للمواصفات اللي آه معروض حاجه وانت بعت لي حاجه ما ذكرتش خصائص المنتج آه طبيعه الاستخدام اختلاف السلعه آه حتى نوع الخدمه لان في برضو آه جرائم كتير بتتم بتبقى نقابات بيدوا لنفسهم تايتل بس على النت بس هو اصلا مش مدرج لدى الجهات الحكوميه ويقول لها انت تاخد كارنيه مش عارف ايه ودكتوراه ايه ودي نظير مبالغ ماليه خمسه عشر الف ثلاثين الف خمسين الف وفي الاخر بتبقى المحصله مم. ان هو اتنصب عليه مم. انت لازم انت تبقى متاكد برده من الجهات دي مش هشتري من اي موقع مم. وفي يعني قانون حمايه المستهلك قانون قمه في الروعه العقوبات بتاعته غليظه فعلا وده بسبب توجيهات سياده الرئيس ان هما شغالين على قدم مساق ما فيش حد بيتم اهمال الشكوى بتاعته البلاغ بتاعه حتى هم منزلين هوت لاين هوت لاين 19588 ده بس تتابعي برضو تتابعي ما حدش يتكسف لان الكسوف والخجل وانا ما ينفعش لا هي مش قصه كسوف لو 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 ما انا هقول لحضرتك على جزئيه بغض النظر عن حاله لو انا بدفع اونلاين لو انا بدفع خلال لما بيجي مندوب الشحن وبيسلمني الشيء المشترى. افتحه واشوفه. ما هو انت بتاخد انت مصرف الشحن بتاعتك اللي جايه دي ليه؟ عشان بتديني المنتج ده، المنتج ده انا شاريه وانا هدفع فلوسه. طب ما انا هدفع فلوسه عشان انا اشتريت المج ده. مش ادفع فلوسه والمج ده انا شاريه ان هو ازازه، انا هشوفه وافتحه قدامك. م. وعلى اساس كده انا هحاسبك. ما تقوليش لا اصل هو ممنوع. عقود الاذعان دي موجوده او والاتفاقات الخاصه بالاذعان دي موجوده لدى الجهات الحكوميه المقدمه الوحيده للخدمه زي الكهرباء، الميه، الغاز، الجهات دي هي الوحيده اللي تملك ان هي تقول انا هشترط عليك واحد اتنين ثلاثه لان انت مش هتبرم اي تعاقد مع حد تاني الا انا فانت عايز الخدمه دي هتوافق على الشروط دي، مش عايزها خلاص. لكن اي حد تاني ممكن لا طب انت أصلاً انت مش هتلزمني، اصل انت الشرط اللي انت بتقوله ده هو حتى شرط يخالف القانون، انا لازم أ... لما هدفع ثمن منتج انا لازم ابقى عارف المنتج ده ايه. والله انا حصل معايا موقف ولغايه النهارده بقى سنه ما غيرتش البرودكت ال اللي جاي طلبت برودكت من اسكندريه نضاره كده اللي هي اللي بتكبر دي علشان شغلي في المايكرو بليدنج وجات لي النضاره وكان مشترط عليا ان انا ما افتحهاش غير بعد لما بتاع التوصيل او الكورير يمشي. فتحتها لقيت العدسات مش داخله ما هو برضه عارف يعني حضرتك أنا هو أنا هو, أنا هو عمل ايه هو بضبط. في الاخر قال لي انا ممكن لك بس تدفعي الشحن دبل يعني تمام. تدفعي لان هو بعت من اسكندريه فعايز يخليني ادفع الشحن جاي القاهره وراجع تاني اسكندريه عشان يغيرها لا انا مش هتفع. فلقيت نفسي ادفع ثمنها تاني لا لو <applause> لقيت المنتج <applause> اعمل ايه بقى لو لقيت آه. المنتج يخالف ما تم شراؤه مش هو هتفع. مش مخالف ده بايظ ده تالف هو مخالف اه انا ما انا مش هشتري حاجه بايظه انا مشتري مش حاجه سليمه استنفع بيها مخالفه مخالف ساعتها بقى فروس. اعمل ايه انا ما عملتش حاجه أنا بأي سنه بس يعني ساعتها نعمل ايه في الحاله دي يعني اقول له ايه يعني انا عايزك برضو تنصح المشاهدين حضرتك نقول للطرف ده ايه عشان يخاف ويتقي ربنا لا ما هو حته الخوف وتقى ربنا للاسف الا من رحم ربي يعني بيبقى كله متكالب على الماده والفلوس انا مم. عايز اخد الفلوس حتى مندوب الشحن جاي عايز ياخد مصاريف الشحن وياخد بعض ويمشي مم. طب, طب تمن وانا طب ما انا اللي دافع ثمن السلعه وانا اللي دافع مصاريف الشحن انتو هتسيبوني وبعد كده اجي مثلا اعف في زي ما حضرتك كده حصل وزي يعني الاف من الناس اهم حاجه لازم تكون في فاتوره للشراء دي من خلالها بيتم توضيح اسم التاجر السجل التجاري البطاقه الضريبيه البيانات الخاصه بيه بيانات المنتج السعر اللي موجود فتره الضمان الحاجات دي برده انا ما ان انا ماخدهاش لان هو دلوقتي لازم. دلوقتي في ناس بتبيع بمجرد انها تقول لك ابعت لي على الواتساب فتبعت على الواتساب فتقول لك طيب عايز امتى طب فين العنوان من غير فاتوره من غير حاجه يجي بتاع النقل او الشحن تستلم الحاجه من غير أنا اي فقس يعني. انا هدفع فلوس انا لازم اتاكد من المنتج اللي انا هدفع فلوسه م. بس م. مغلف في بوكس م. هفتحه م. تمام طيب ده في الاجراء بتاع البرودكت او اللي هي المنتجات او تمام. الخدمات في حمايه المستهلك تمام. طب بالنسبه بقى للعقارات اللي انا بشتريها من شخص انا النهارده مثلا سيت نصب عليا ايه الاجراء بقى اللي انا اعمله ولو رفعت قضيه القضيه بتاخد وقت قد ايه وفي امل في الموضوع بتبقى حتى نصب آه. القانون حدد لها العقوبه بتاعتها الحبس مده لا تتجاوز ثلاث سنين على حسب طبعا الاجراءات الطويله في المحاكم بسبب كم القضايا المهول. ااا آه برضه اجراءات الطعن بيتم الطعن على الحكم. هتطرح فتره سنتين باخد الحكم برفع بيه دعوه تعويض. بس كده. بس. لو انا برضه توقيت الحظر من الاول برضه انا مش هيتنصب عليا هي بس بنسبه قد ايه الواحد بقى بياخد حقه؟ ده بنسبة 100% بنسبة 100% حتى حتى لو الشخص دوت ما مش موجود او كده يعني الواحد إيه؟ قانونيه معينه انا ممكن احجز عليه تحجز عليه بس لازم ما هو انا مش هتعاقد مع حد في الهواء ما هو لازم انا ما هتعاقد مع حد ليه كيان انا ممكن احجز على الشركه لا أنا بتكلم على شخص, شخص اشتريته علي. من... على بيته هو <سؤال> آه. على بيته هو أوكي <سؤال> <سؤال> يعني ممكن أنا... توصل لحجز على حاجته ما أنا مش هيجي حد كده أه ده أنا عندي شقة ده أنا عندي فيلا ده أنا عندي قطعة أرض أشتريها طب أنا اشتريتها طب هو فين أنا ما أعرفوش لا مش الكلام <سؤال> ده ده لازم يبقى معروف وكده كده برضو أنا باخد صورة من البطاقة في التعاقد بخليها معايا بحيث إن الله لا يقدر حصل أي ضرب نصب ما اخلال في التسليم الكلام ده كله اعرف ان انا ازاي ارجع عليه ومفيش حاجه اسمها تباطؤ في الاجراءات اه احنا هنلجا للحسنى في الاول بس بعد كده في اجراءات قانونيه لازم يتم اتخاذها عشان في الاخر ما بقاش ان انا يعني بطمع النصاب لان هو ممكن يعني ينصب عليا وينصب على حضرتك والف به و يعني لازم لما اجي اشتري عربيه او عقار لازم ابقى عارفه كيان الشخص ده فين مش مجرد بطاقته تطمني صح كده لان بطاقته ممكن طبعا. يبقى فيها عنوان غير عنوان اقامته طبعا وممكن برده يعني اتوجه للمرور اللي تابع لي السيارة واستعلم باسم مين ومش بم... ان هو مش عامل كذا توكيل مثلا او كده وبلاش بقى جزئيه ايه اصل رخصة لسه فيها ستة اشهر اصل رخصه فيها سنه معلش انت لما بتتكلم دلوقتي في اقل ثمن عربيه ممكن انت تنفع تركبها مش هتقل عن 150 ألف -200 جنيه. م. لما هتيجي تعمل التسجيل ونقل الملكيه ليك يعني لما يتجاوز مش هيعمل له ألف ونص او ألفين جنيه. م. طيب ما تدفع المبلغ الصغير ده بتحمي بيه المبلغ الكبير ده. آه. لكن ايه بقى يعني ايه بتب... اصل انا ما اصل الرخصه آه. لسه فيها 16 عشر واجي في الرخصه الاقي فيها ثلاثة اربع توكيلات. امم طب وانت ما سجلتش ليه؟ مم. برضو بيقع على عاتق الشخص ان هو ما تحراش الدقه. طيب سؤال بقى إيه لو حد مثلا ساي معايا عربيه وتوكيلها إيه في مشكله تمام إيه بيعمل ايه؟ يعني لو مثلا في مشكله التوقيع بقى بتاع اللي عمله له دوت في مشكله قالوا له ارجع له ثاني انا مش عارف ارجع للشخص تاني سافر مثلا الشخص او الشخص مش موجود. بيتم رفع دعوه؟ اه. أمام مجلس الدولة بإن أنا في عندي الجزئية اللي حضرتك ذكرتيها دي م. وأنا مش عارف أتخذ لها أي إجراء وبيجيب شهادة تحركات إن فعلا الشخص ده مسافر م. ومش موجود فمجلس الدولة يعني بالعامية أنجدني. اه فبيصدر له إن هو صحة البيع وبياخد الحكم بتواجه بيه على المرور وبيسجل العربية. وخلاص بياخد آه. وقت قد إيه تقريبا؟ مجلس الدولة بيمتاز برضه بسرعة الإجراءات في فترة لا تتجاوز السنة لا تتجاوز السنة أوه. طيب هندخل في الشق التاني تفضلي. إحنا ما أعلنناه في العنوان بتاع الحلقة بس إحنا هنتكلم فيه مع حضرتك تفضلي. قصة السب والقذف تمام في ناس ممكن بتسب وتقصف بقى عبر الانترنت كده ايه شروط السب والقصف؟ يعني انا النهارده مثلا واحده بتقول او واحد بيقول سين من الناس بس الاسم مش ظاهر كذا وكذا وكذا تمام؟ هل انا النهارده عشان استشفيت ان انا الشخص ده من حقي ان انا اعمل قضيه سب وقذف لا مش بالاستنتاج مش بالاستنتاج لا مش بالاستنتاج لازم تبقى واضحه وصريحه هو ده من ضمن الشروط السب والقذف <applause> العلانيه والقصد الجنائي <applause> انا لازم اقول يا أ <applause> يا ب يا محمد يا س ما ينفعش ان انا على العموم طب ما انا كده بقى هلاقي ضدي بلاغات من كل اي حد بقى متضايق مني لا ده ايه انت تقصدني لا ما <applause> ما أنا عايزة بقى نتكلم عن البلاغات الكيدية، يعني أنا النهاردة مثلا واحدة متضايقة مني أو واحد متضايق مني، فيدخل عندي على الفيسبوك فيلاقيني مثلا كاتبة حسبي الله ونعم الوكيل، فيقوم إيه؟ زي عاملة سب وقصف. لا سب وقصف، بص حضرتك القانون برضو بشكل مبسط ومختصر وضح من موضوع القصف إن أنا بسند وقعة لشخص إن صحت لأوجب القانون عقابه عليها وتم احتقاره لدى أهل وطنه. زي يا حرامي يا مرتشي يا نصاب يا كذا يا كذا ده الخاص السب عندما بقول امر يمس الشرف والحياء اللي هي الشتايم والسباب مم يا ابن كذا وكذا 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 الجزئيه اه اللي حضرتك ذكرتيها اللي احنا في شغلنا في حاجه اسمها كيديه الاتهام او تلفيقه ان ده بلاغ كيدي هل ده القاضي او الوكيل النيابه بيستشعروا ولا مستشعروا طبعا طبعا, طبعا ايه العلاقه اللي هي بتقول ان استاذه رانيا غلطت في استاذه يعني الف مفيش استنتاج لا ما القانون ما بياخدش بالاستنتاج والمحكمة طبعا ليها السلطة المطلقة ان هي بتقدر الموضوع بس لازم تكون الجريمة واضحة أشخاصها يعني أركانها أركانها إيه بقى؟ الجاني, آه. الجاني آه. والمجن عليه واضحين مفيش جريمة على العموم لازم يعني أركانها يكون في اسم تهم ولازم يكون في مجن عليه لازم يبقى في قصد جنائي لازم تكون في علانية لازم يكون في صدور الفعل المجرم مه. اللي هو اللي انا ذكرته لحضرتك. يا حرامي يا مرتشي يا نصاب يا مش عارف إيه, ايه ايه كل الحاجات اللي هي لو فعلا صح القانون هيحاسبه عليها. مه. يا اما ان انا بقى اشتم مه. يا محمد يا ابن كذا مه. يا مش عارف ايه ايه ده اللي هو السب. مه. فمفيش حاجه تطرق ليها الفعل سواء اذا كان في الحاله دي او في الحاله دي مفيش فين الجريمه مش موجوده الجريمة ساعتها ساعتها بقى اه جريمه غير مكتمله فتتحفظ ما يبقى ما ما هي جريمه غير مكتمله مين مم. يعني انا ما ينفعش واحد مثلا يعني ماشي في الشارع اتضرب بعربيه طب انا هعمل المحضر ده ضد مين مم. اه يتقبض بقى ضد مجهول زي انا بقى عايز اخد بعد كده تعويض او او او, أو, 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 أو. لكن في الجرائم الشخصيه دي لازم يكون في متهم لازم يكون في مجني عليه. أنا المجني على طب مين المتهم؟ طب أنا متهم؟ طب مين المجني عليه؟ فساعتها تسقط بيتم حفظها لأن كم هائل من برضه المحاضرة الكيديه اللي بتتم بسبب بقى خلافات سابقه بسبب غيره بسبب ورث بسبب, بسبب 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 أسباب كتير جدا خلت الناس تشحن ضد بعضها. طيب حضرتك تنصحنا بايه ان احنا مثلا نحمي نفسنا زي من البلغات الكيديه ديت او مثلا انا زي جا بلاغ كيدي فيا هفضل بقى كل شويه انا اروح النيابه واجي من النيابه عشان ادافع عن نفسي او اوكل محامي يعني ايه اللي الواحد يعمله علشان خاطر يبقى حريص ان الناس دي مثلا ما تعملش بلغات كيديه؟ ما هي البلاغات الكيديه دي انا انت حضرتك تقدر تتحكمي في لسان حد؟ هل ممكن حد انا كطرف اعمل شكوى؟ انت حضرتك تتحكمي في لسان حد قدامك؟ لا مش في لسان حد اقصد هل انا ممكن أعود عليه؟ اللسان ده بيترجم لشكوى او لمحضر مكتوب على ورق أوه. انا ما اقدرش اتحكم في لسان حد تمام ما اقدرش اتحكم في اي ورق ممكن تكتب ضدي ما اقدرش اتحكم في اي اجراء ممكن يتاخد ضدي مم. لا انا اللي اقصده أنا, أنا, إن انا لما يحصل لي الموقف ده ازاي اطلع منه؟ مفيش أي مسؤولية مش علي. ازاي بقى أطلع منه، ازاي مثلاً أحمي نفسي بقى أروح أقول والله الطرف ده طول النهار يعمل لي كذا يعني مثلاً زي عدم تعرض كده بيبقى بلغ كاذب بعد كده بيبقى بلغ كاذب بيبقى كاذب ويعني الغالب الأعم بيتحكم عليه بغرامة بس بس كده بس لأن مفيش أي إجراء إن أنا أقدر يعني أدرأ عن نفسي البلغات الكيدية لان هو عمل النهارده محضر بكره هيعمل محضر بعده هيعمل محضر طب انا هقول له ما تعملش محضر هقول للقسم ولا لما يجي يعمل محضر ضدي ما تعملوش مفيش الكلام ده فهي دي فعلا صغرت في قانون بس ثغرته محدش هيقدر يتحكم فيها هي الحاجه الوحيده ان انا بعد لما اطلع من المواقف دي كلها اه ارجع بقى على الطرف اللي هو بيشتكيني اعمل جنح بلاغ كذب ضده باخد حكم عليه برفع بعد كده عليه تعويض وهو مش كله شغال يعني تعويض بيبقى بحد أقصى قد ايه بقى التعويض السب وقصف ده؟ السب والقصف كلها البلاغات يعني من عندك من أول 10 آلاف لحد 50 ألف جنيه مم. على حسب برضه السلطه التقديريه للمحكمه في عمليه تقدير التعويض. وفي حاله التشهير يعني مثلا لو واحده دخلت كتبت اصل فلانه الفلانيه كذا وبتعمل كذا او فلان الفلاني كذا تشهير يعني مش سبب ده بس. حضرتك بقى لو احنا اتكلمنا على موضوع اللي, اللي هو دايرك دلوقتي على الفيس والانترنت والكلام ده كله قانون الجرائم المعلوماتيه نزل الاعتداء على الحريات الخاصة وعلى الحرمة الخاصة العقوبة برضو بتاعته غليظه بتبقى على الحبس الحبسة ستة أشهر وغرامة من خمسين ألف 100000 مئة ألف تمام طب حضرتك بقى توضح لنا إيه التعدي على الحريات الخاصة عشان برضو الناس تعرف دخلت على حضرتك الصفحة وبعتت رسائل متكررة بشكل مزعج اخذت صور من عند حضرتك ما مليش حق أن أنا أخدها يعني كتبت كومنتات لا تليق تجاوزت حدود الادب كل الحاجات دي القانون اورد لها العقوبه بتاعتها الغليظه خاصه ان الديرك دلوقتي ان كله بيبقى قاعد مستخبي ورا الموبايل او اللاب او 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 وهو بيبقى ضعيف الشخصيه وبيفرض شخصيته بقى ان هو مفيش زيه وبيقل ادبه وبيتجاوز وبيتلفظ بألفاظ وبيعتدي فعلا على حرمه الخاصه اللي كفلها القانون والدستور من خلال التعدي على شخص انا انا مش عارف اجيبك فانت لو قدام انت مش هتقول كده بس عشان انت جبان فانت بتستغل كل الجزئيات دي وقاعد مستخبي لا قانون كفل حقي ان انا اعرف اجيبه منك ازاي والعقوبه بتاعته مش هيّنة بقول لحضرتك حبس ستة اشهر وغرامه من خمسين الف ل الف لا تقل عن خمسين ولا تتجاوز المية نفس النظام برده بالنسبة لل... لل في عقوبة جنائية في سجن مثلاً أو حبس أو كده حبس ستة أشهر حبس ستة أشهر حبس وغرامة, وغرامة من خمسين ألف لمائة ألف جنيه آه بالنسبة للمواقع لل... برضو اللي هي بتستغل إن هي بتبيع المنتجات بتاعتها أو أو خدمة زي ما قانون حماية المستهلك أو ردها برضو العقوبة بتاعتها الغليظة اللي أنا ذكرتها في بداية الحلقة آه قانون برضو الجرائم المعلوماتية حبس لا يقل عن سنتين والغرامه من ألف لا تتجاوز 300000 ألف ده اللي هو بيرتكب جريمه مم. او بيسهل ارتكاب جريمه مم. ف يعني الناس مش عارفه ازاي تلجا مم. للطريق الصح عشان تاخد حقها مم. ما هو انا كده لما اخد حقي منك أنا منعتك أن أنت تاذي حد تاني أنا هستأذن حضرتك إحنا خلاص فضلنا نص دقيقة لنا نصيحة سريعة كده عشان نختم ما حدش يكسر أنه هو ياخد حقه آه، لازم تتحرى دقة قبل لما تشتري أي حاجة لأن أنت اللي بتدفع الفلوس آه شكراً مرسي جداً بشكر حضرتك جداً جداً مرسي المعلومات حضرتك يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من الحلقة واشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي مع السلامة